نفرز لكل واحد لوحاته. يا ريت لو الأستاذ أستاذنا الجميل حسن، هل اللي ورانا دي بتبعك ولا تبع عبد الله؟ لا تبعي تبع، يعني. ما شاء كلمنا الله. عنها. لو أعطوك على الشاشة صورة صورة ممكن تكلمنا عنها اوكي، ما والقصد. عندك مشكلة. يعني لما تقول لي أنا تعلمتها كبير استغرب، ايه ايوه دحين اللي يتعلم سواقة كبير بيعمل حوادث على الله فكرة. يستر. عملنا حوادث انه في الرسم، لكن الحمد لله. بس اللي يسوق على كده نشوف، المفروض نشوف طبعا ده كله على طبعا الشاشة الرسومات. أستاذ في كلمنا عنها. التجري في التجر على الالوان، عشان كذا يعني تلقاني قطعت شوط كبير. يعني الان انا اعطي دورات وادرس واعلم في الرسم، اتفاجأ ان بعض الرسامين عنده تخوف من الالوان، يتخوف. التجر على الالوان دي كلمة جميلة على فكرة. ايوه لازم عندك جرأة. جازف يعني. ايوه لازم عندك جرأة على الالوان عشان تطلع، عشان طيب تمشي. احنا كان شلنا اللوحة الأولى بتاعت السوق دي. هذه سوق الديرة، في سوق الرياض الديرة. قديم. سوق الرياض قديم، سوق الديرة. طيب. يشوف على الشاشة أصلاً أيوة. مفروض. ايوه. نعم. سوق الديرة هذا طبعاً أنا لحقت عليه في طفولتي. وبقى في الذاكرة. بقى في ذاكرتي سوق الديرة. فلما يعني حبيت الرسم وحاولت اطلع مكنوني واطلع هي دي المنطقه القديمه، أيوة، منطقه وسط الرياض الرياض، القديمه. وسط نعم الرياض. لا. نعم شايفين في حركه في السوق، يعني اكيد في موف في الـ في الـ أكيد. في, الـ في اللوحه حتى في تجد حركه النقل او نقل البضائع. يمكن انا مغطيه على الصوره حقيقه يعني، لكن هي فعلا حركه النقل في السوق القديم الرياض القديمه. ايوه نعم. فيها العربية وداف العربية والحمال المجرد يشيل على اكتافه، وايضا العربة اللي الكارو احنا نسميها. أيوة. كارو. ايوه. حاولت انقل كل الاشياء اللي كانت عالقة في ذاكرتي وحطيت، طبعا هذه من الخيال. ما برضو شايفين العمق جميل، العمق. أيوة. جميل. خضارة. هي المنظور، انا اهتم في المنظور في الرسمة. أيوة. بحيث يحاكي الواقع.